أهلا بكم أعزائنا طالبات وطلاب الصف الثالث الثانوي في حلقة جديدة من حلقات اللغة الألمانية للمرحلة الثانوية. إن شاء الله تكون النهاردة حلقة مفيدة ونسعد بيها، لكن في البداية طبعا نحب نقول لكم هالو ماين شولر ون شولرينن ومن البنشن أويش فيل شباس ون فيل جلوب رابعي سوهار. طبعا النهاردة أكيد عارفين إن إحنا آخر مرة كنا انتهينا من درس 11، والنهاردة هي بداية درس 12، ودي الخطوة الأولى اللي هي شريط أ. unser Ziel für heute، هدفنا النهاردة زي ما انتم شايفين، die Schüler können die Informationen zur zeitlichen Abfolge und Tätigkeiten verstehen oder geben. يعني ايه الكلام ده؟ اكيد شايفين ان احنا كطلاب نقدر نفهم معلومات حول توقيت الأنشطة اليومية، يعني مثلا لو حد بيروح الشغل يقدر يبقى فاهم امتى بيروح، قبل ايه او بعد ايه، وممكن كمان مش يفهمه بس، لا ده يعطي معلومة حول الأنشطة اليومية اللي بيمارسها. يعني مثلا لو انا بروح النادي ابقى عارف امتى بروح النادي، قبل المدرسة ولا بعد المدرسة. وده هو هدفنا النهاردة. اكيد شايفين الصورة اللي قدامنا دي، دي فراو فيبر و هي دلوقتي في الشغل. ايه اللي عرفني في الشغل؟ اكيد شايفين هي بتصلح النظارات، هي زي ايست اوبتيكاين فون بيغو، وواضح جدا من الصورة ان هي في وقت العمل لان هي بتمارس عملها بالفعل. طيب ايه اللي احنا هنفتكره مع بعض وهيساعدنا في درس النهاردة؟ اكيد درس النهاردة مرتبط بحاجات احنا اخدناها في سنة تانية. في الصف الثالث ثانوي كنا أخدنا مقال مهم جدا اللي هو التاجس أبلاوف، الروتين اليومي، وكنا ما شاء الله كنا بنعرف نكتبه، وبنعرف كمان إن إحنا نبقى عارفين الأنشطة اليومية إن أنا أحددها بميعاد. أكيد تفتكروا أول جملة دي، كنت في بداية اليوم أقول أم زيبن أو اشتيش أوف، بحدد إمتى بصحى، فأقول في الساعة السابعة اشتيش أوف، الاستيقاظ بيكون في الساعة السابعة. يبقى الساعة بتساعدني في تحديد توقيت النشاط اليوم اللي بعمله، زي كده أمزي بنقول. طب بصوا كمان كنا بنعمل إيه، كنت أزود فترة كمان وأقول أمزي بنقول دراسيش فرشتوك إيش، بأفطر الساعة 7:30. يبقى من خلال الساعة كنت بقدر أعمل راين فولجر للأنشطة اليومية بتاعتي، أول حاجة الصحيان وبعدين الفطار. أكيد فاكرين كنت بقول إن أنا بروح للمدرسة بتاعتي جي إيش سور شولة وم زي بن أوا فيا أون فيمفتسيش فيمف أون فيتسيش، اللي هي 8:15. طيب وبعدين أكيد زي ما بستخدم الساعة في تحديد الزمن اللي بمارس فيه النشاط اليومي، كان ممكن استخدم اوقات اليوم اللي هي زي ما انتم شايفين كده في الجمله اللي جايه، ام ناخ ميتاج، بعد الظهر مفترض ان انا بعمل ايه؟ ماخ ايشتي هاوس افجابن، بعمل الواجبات المنزليه بتاعتي. يبقى ممكن بحدد توقيت النشاط اليوم بتاعي زي ما اتعلمنا كده في سنه تانية بالساعه، وكمان ممكن بوقت من اوقات اليوم زي ما انتم شايفين كده ام ناخ ميتاج، وكان ممكن اقول ام مورجن او ام فور ميتاج ام ابن زي ما انا عايز. يبقى تحديد النشاط اليومي كنا بنعرف نعمله بالساعه او باوقات اليوم. طيب ايه تاني كان يساعدني؟ كان يساعدني التيمبورال ادفابيوم زي دان اللي هي ثم، او داناخ اللي هي بعد ذلك. اكيد شايفين اقول دان فارج كان ماين فراد، ثم بحب اركب الدراجه بتاعتي، ده نشاط اليوم ان هو بعد الدور بيعمل واجب، وبعدين بعد ما يخلص الواجب يقدر يمارس هوايته اللي هي ركوب الدراجه. بس كده لا، واكيد نفتكر ان انا عندي كمان ام اند، ان انا ممكن انهي بكلمه ام اند، في النهايه بذهب الى سريع بذهب للنوم، وده كان مقال سهل جدا وبنعرف نرتب أوقاتنا فيه أو الأنشطة بتاعتنا في اليوم أو على مدار اليوم. طيب ده كويس جدا.
ليه بنفتكره النهاردة؟ لأن النهاردة برضو هنقدر نحدد أوقات الأنشطة بتاعتنا، بس مش بالساعة ولا اللي هي أوقات اليوم ولا التمبورال أدفيربين زي دان أو دانخ أو حتى أم إند، لكن بحروف الجر الزمني اللي هي تمبورال بريبوزيشيونن في فور وناخ وباي. دول 3 حروف جر، وأكيد شايفين فور ناخ باي. فور يعني قبل، وناخ يعني بعد، وباي يعني أثناء. أكيد طالما عرفنا معنى حروف الجر الثلاثة وبصينا للدراي بيلدر اللي قدامنا دي اللي هي شريط أ، أول خطوة في بداية درس 12، نقدر نحدد هو دلوقتي في أول صورة اللي هي نمر أ فراو فيبر بتكون قبل الشغل ولا أثناء الشغل ولا بعد الشغل. شطار، واضح جدا إن هي بتفطر من الصورة، فالفطار بيكون ريشتش هو ده أعبيت قبل الشغل. طيب وبعدين أكيد شايفين هي دلوقتي في وقت العمل يعني أثناء الشغل بالفعل. طب أثناء الشغل أكيد أثناء تبقى شطار، أكيد فاكرين لسه قايلين باي فور قبل باي أثناء، واضح إن هي أثناء العمل. لكن الصورة الأخيرة هي خلاص في الفاير أبن بتاعها، في وقت الفراغ بتاعها اللي هو بعد انتهاء العمل، يبقى هقول قبل ولا أثناء ولا بعد؟ واضحة جدا أكيد هقول ناخ ده أبيت. ده كلام سهل جدا وكان واضح من الصورة إن أنا أقول إزاي قبل أو بعد أو حتى أثناء. طيب يبقى في عندي كام حرف جر النهاردة قلناه؟ 3 فور شطار قبل، وباي أثناء، وناخ بعد. ده هو اللي هيوصلنا للخطوة اللي جاية، إن أنا أعرف الأول إن في فور وناخ وباي. إيه الخطوة اللي جاية؟ ده هي إيبونج، ومن خلال التمرين السماعي اللي إحنا شايفينه ده هنستخدم الأداة في مكانها الصحيح وبشكلها الصحيح بس عن طريق السماع. بس قبل ما نسمع أكيد في صورة قدامنا، الصورة دي في كتاب المدرسة عندنا في أول صفحة في بداية درس 12. عبارة عن إيه؟ لازم أقرأ وأفهم إيه ده. كاتب كده إنفورماتيون في دي رايز جروب. رايز جروب اللي هي مجموعة سياحية، يعني هيتقال في اللي إحنا هنسمعه معلومات للمجموعة السياحية دي. وبيقول لي اسمع ووفق الأعمدة ببعضها زي ما هنشوف. طيب بس كده لازم أخد بالي إن هما واقفين في ريسبشن بتاع الأوتيل، أكيد ده أوتيل واقفين في ريسبشن. شركة فيشر رايزن اللي هي بتاعة السفريات دي في ممثل ليها أو رايزن لايتر المرشد السياحي أو قائد المجموعة. بيقول إيه البروجرام اللي هينفذوه في المكان اللي هما بيقضوا فيه الأجازة. أكيد شايفين على اليمين في كده إعلان لفيش هرايزن بيقول إن إحنا مدينة زالزبورج دي من 15/7 اللي هي 15/7 بس 18/7 هي الزيارات بتاعة مدينة زالزبورج. وكاتب كده بروجرام، البروجرام بتاعهم لأول يوم اللي هو يوم 15/7 اللي هو زامستاج السبت هيكون إيه. يبقى اللي إحنا هنسمعه حالا دلوقتي هو كلام الرايز لايتر مع الرايز جروب المجموعة السياحية للخطة أو البروجرام اللي هم هينفذوه في اليوم التالي من الصبح لغاية آخر اليوم. فأكيد هيرتب الأحداث بفور أو ناخ أو باي. طب إيه المطلوب في أول جزء من التمرين؟ مطلوب إن إحنا نسمع كويس، وهو سألني سؤال مهم جدا. ظن متى؟ فأكيد ممكن أقول فور وممكن أقول باي وممكن أقول ناخ. المطلوب في أول جزء مش المعلومة قد ما إحنا عايزين نعرف الأداة المناسبة عشان نتعلم ونعرف فور وباي وناخ بتعمل إيه في الأداة. ده أول جزء. طيب الأول بس نتأكد، هل حد ناسي إن فروشتوك أداة تعرفها؟ بس
نيوترال محايد اكيد كلنا فاكرين. ومنساش شتاترون فار تبقى دي اللي هي جولة في المدينة، ميت تاج اسن داس برضو، اوس فلوج اللي هي نزهة او رحلة تبقى دير دير فلوج، ابند اسن اللي هو العشاء بيكون داس، واوبر الاوبرا اكيد بتكون في منين مؤنث اللي هي دي. ايه المطلوب؟ مطلوب اعرف شكل الاداء بعد ما جه قبلها فور او ناخ او باي. الاداء افتكروا بتكون بشتمت، بشتمت ارتكل يعني اداه معرفه، بس اكيد مش هتكون داس ولا دير ولا حتى دي. ليه؟ لان الاداه الاصليه اللي انا عارفها دي بتبقى متغيره، متغيره لوجود فور او ناخ او باي. هنسمع ونتاكد بنفسينا وبعد كده نصحح مع بعض، بس الاول نسمع عشان نقدر نحدد ايه الاداه الصحيحه اللي جايه بعد فور او ناخ او باي. نسمع الاول وبعد كده نحدد. Schritt A A2. Guten Tag, meine Damen und Herren. Im Namen von Fischerreisen begrüße ich Sie ganz besonders herzlich hier in der schönen Mozartstadt Salzburg. Mein Name ist Petra Kastelitz. Ich möchte Ihnen jetzt gerne unser Programm für morgen vorstellen. Ach ja, hat jemand Fragen? Sie können jederzeit gerne Ihre Fragen stellen. Also, wir frühstücken morgen um 8 Uhr hier drüben im Frühstücksraum. Bitte? Eine Frage? Bitte schön. Meine Frau und ich schwimmen vor dem Frühstück gerne. Und, Sie können vor dem Frühstück gerne noch schwimmen. Es gibt ja ein schönes, großes Schwimmbad hier im Hotel. Sie finden es im Erdgeschoss links. Und es ist schon ab 6.30 Uhr geöffnet. Ja, danke. Beim Frühstück bekommen Sie einen Stadtplan von Salzburg. Nach dem Frühstück machen wir dann eine Stadtrundfahrt mit dem Bus. Und nach der Stadtrundfahrt haben Sie eine Stunde Freizeit. Bitte, Frau Kastelitz. Ja? Und wann gibt's das Mittagessen? Das Mittagessen ist um 13.30 Uhr hier im Hotelrestaurant. Beim Mittagessen bekommen Sie schon die Opernkarten für den Abend. Nach dem Mittagessen machen wir einen Ausflug nach Schloss Hellbrunn. Und nach dem Ausflug besichtigen wir Mozarts Geburtshaus. Das Abendessen ist um 18 Uhr wieder hier im Hotel. Oh, danke schön. Nach dem Abendessen besuchen wir die Oper. Wir sehen Mozarts Don Giovanni. Nach der Oper können Sie einen Spaziergang zum Hotel machen. Wer möchte, kann aber auch mit dem Bus fahren. Frau Kastelitz? Ja? Wie lange ist denn das Schwimmbad geöffnet? Bis 23 Uhr. Ah. Meine Damen und Herren, ich hoffe, das Programm gefällt Ihnen. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Nacht und wir sehen uns dann morgen beim Frühstück wieder. Wer noch Fragen hat? Frau Kastelitz? Ja? أكيد سمعنا كويس، وواضح جدا إن أحد المسافرين أو الجروب السياحي أسئلته كتيرة وده كان مزعج للفايزيلايتر. لكن إحنا دلوقتي أكيد سمعنا الأداء الصحيحة بعد فور أو باي أو حتى نوح. نبدأ كده أول حاجة، وأكيد فور وفروشتوك كانت نيوترال تبقى ريتش ديم، فور ديم فروشتوك. طب وباي؟ مش هنغير كلامنا، أكيد هتبقى زي فور وزي ناخ، يبقى ديم. وناخ اللي هي بعد الفطار تبقى ناخ ديم. يبقى النيوترال أكيد نعرف كويس تغيرت أداته لديم، سواء مع فور أو ناخ أو حتى باي. طيب اللي بعد كده شتاترون فارت. شتاترون فارت في منين؟ مؤنث. أكيد فاكرين إن الأداة اللي هي دي في الداتيف تبقى ريشتش ديا. وهنا لازم تاخد بالك من حاجة مهمة جدا، إن السؤال النهاردة فن متى؟ متى يبقى ناخ معناها بعد، غير ناخ بتاع الدرس 11
اللي هي كان معناها إلى، وكانت تيجي أوني أرتكل بدون أداة. لكن طالما في أداة خلاص هي مش معناها إلى، هي معناها بعد، بعد الجولة. طب مع مي تاج اسنو باي برضو مش هنغير كلامنا، أكيد أقول باي دي مي تاج اسن أثناء الغداء. طيب افتكروا إن إحنا باي ديم دي ما قالش باي ديم مي تاج اسن، لكن أكيد سمعتم قال بايم. وهنا نفتكر الاختصار إن باي والأداة كانت مذكر أو محايد، فتبقى باي ديم أوكي، أو أختصر تبقى بايم، باخد نهاية الأداة وأحطها لباي، وده الاختصار الوحيد الموجود أثناء الغداء. ناخ أكيد نفس الكلام ديم مي تاج اسن. طب لما يكون أوس فلوجو دير اتفقنا ماسكولين مذكر أو نيترال محايد، برضو الأداة تبقى ديم. ناخ ديم أوس فلوج يبقى المذكر والمحايد ديم. طب والمحايد تاني مش هنغير كلامنا، أكيد برضو هنقول ديم. لكن أوبر اللي هي الأوبرا وهي في منين مؤنث ريشتش، ناخ دير أوبر. وده كان تمرين سهل جدا، محتاج بس اخد بالي ان فور او ناخ الاداة بتبقى داتيف. داتيف يعني فيمينين وماسكولين والنويترال بيحصل ايه؟ الاداة بتتغير. افتكر الماسكولين والنويترال المذكر المحايد يبقى ديم، والفيمينين المؤنث اكيد دير. طيب ده كلام كويس، ومنساش سواء فور او ناخ او باي جه بعديهم أداة في حالة الضطيف ومعرفة، لأن المعرفة بتدل إن ده حدث الفطار الجولة. فافتكر مع فور وناخو باي بتيجي أداة معرفة في حالة الضطيف. طب والسؤال اتفقنا هنا أصبحت زمن، زمن يبقى أكيد أسأل فان متى. ده أول تمرين وسهل جدا، تاني إن شاء الله مش هيكون صعب لأن إحنا فهمنا الفكرة إن هو بيرتب اللي هيعملوه على مدار اليوم، لان ده بروجرام لجروب سياحي. هو حلل لي اول واحده فور ديم فرشتوك بيعملوا ايه؟ مش في ممكن ان يقدروا يعوم. تمام. طيب عايزين بقى باقي الحاجات نوصلها بالعمود الثاني. يعني مثلا باي ديم فرشتوك اثناء الفطار بيعملوا ايه، او بعد الفطار، او بعد الجوله في المدينه بيعملوا ايه؟ ده نقدر نحدده لما نسمع المره الثانيه. المرة دي خلاص عرفنا الأداة، لكن المرة دي اللي احنا نسمعها حالا عايز أشوف إيه اللي بيعملوه بعد كل حالة من قبل أو بعد أو أثناء. هنسمع المرة التانية ونوصل كده مع بعض، بس نسمع أول مرة وإن شاء الله تكون سهلة. نسمع كده. Schritt A, A2. Guten Tag, meine Damen und Herren. Im Namen von Fischerreisen begrüße ich Sie ganz besonders herzlich hier in der schönen Mozartstadt Salzburg. Mein Name ist Petra Kastelitz. Ich möchte Ihnen jetzt gerne unser Programm für morgen vorstellen. Ach ja, hat jemand Fragen? Sie können jederzeit gerne Ihre Fragen stellen. Also, wir frühstücken morgen um 8 Uhr hier drüben im Frühstücksraum. Bitte? Eine Frage? Bitte schön. Meine Frau und ich schwimmen vor dem Frühstück gerne und Sie können vor dem Frühstück gerne noch schwimmen. Es gibt ja ein schönes großes Schwimmbad hier im Hotel. أكيد سمعتم كويس. سمعنا إيه؟ سمعنا إن إحنا نقدر قبل الفطار زي ما هو حال كده شويمن كنن. ليه هو سألها؟ Meine Frau und ich wollen gerne schwimmen. فنقدر نعمل كده؟ قالت له اه تقدر قبل الفطار ان انت تعمل ايه؟ شويمن. خلاص فده كان اول حاجه. طيب نسمع تاني بقى كده عشان نتاكد من اول حاجه وباقي الاسئله. Schritt A A2. Guten Tag meine Damen und Herren. Im Namen von Fischerreisen begrüße ich Sie ganz besonders herzlich hier in der schönen Mozartstadt Salzburg. Mein Name ist Petra Kastelitz. Ich möchte Ihnen jetzt gerne unser Programm für morgen vorstellen. Ach ja, hat jemand Fragen? Sie können jederzeit gerne Ihre Fragen stellen. Also, wir frühstücken morgen um 8 Uhr hier drüben im Frühstücksraum. Bitte? Eine Frage?
Bitte schön. Meine Frau und ich schwimmen vor dem Frühstück gerne. Und, Sie können vor dem Frühstück gerne noch schwimmen. Es gibt ja ein schönes, großes Schwimmbad hier im Hotel. Sie finden es im Erdgeschoss links. Und es ist schon ab 6.30 Uhr geöffnet. Ja, danke. Beim Frühstück bekommen Sie einen Stadtplan von Salzburg. أكيد سمعت. بعد الفرشتك أو بعد فرشتك إيه اللي ممكن يعملوه أثناء الفطار؟ حد سمع؟ مفترض إن هما ممكن يعملوا إيه؟ أكيد سمعتوا. Einen Stadtplan von Salzburg bekommen. إن هما يحصلوا على خريطة لمدينة سالزبورغ. أي سائح بيوصل لمدينة لازم يبقى عارف الشوارع بتاعتها والأماكن اللي هو ممكن يزورها عن طريق الشتابلان أو خريطة المدينة. فأثناء الفطار هيستلموا منهم الخريطة دي. عشان كده أكيد هتكون الإجابة richtig. Bei dem Frühstück einen Stadtplan von Salzburg bekommen. هنكمل كده وكل ما يجي حاجة أو معلومة نقف عندها عشان نسمعها كويس. Nach dem Frühstück machen wir dann eine Stadtrundfahrt mit dem Bus. أكيد سمعتوا. Nach dem Frühstück, حد سمع بيعملوا ايه؟ Richtig. Eine Stadtrundfahrt machen. هيعملوا جولة mit dem Bus. اللي هي Stadtrundfahrt mit dem Bus machen. جولة في المدينة بالأتوبيس السياحي. لغاية كده تمام. عرفنا قبل الفطار يقدروا يعوموا. أثناء الفطار هيستلموا الشتاتلان خريطة المدينة بتاعت زالزبورغ. طيب بعد الفطار ايه أول حاجة يعملوها؟ شتاترونفارت جولة في المدينة عن طريق أو بواسطة الأتوبيس السياحي. كويس؟ طيب بعد ما يخلصوا الجولة اللي هي ناخ دي شتاترونفارت هنسمع برضو وتقولوا لنا بيعملوا إيه؟ Und nach der Stadtrundfahrt haben Sie eine Stunde Freizeit. حد سمع؟ Haben Sie eine Stunde Freizeit. عندهم ساعة فاضية. Haben Sie eine Stunde, حد واخد باله؟ ميمي عندهم ساعة فاضية، طب يعملوا فيها إيه؟ لو كملنا كده هنعرف بالظبط هيعملوا إيه. Bitte Frau Kastelitz. Ja. Und wann gibt's das Mittagessen? Das Mittagessen ist um 13.30 Uhr hier im Hotelrestaurant. Beim Mittagessen bekommen Sie schon die Opernkarte. تمام. يبقى sehr gut. ها يعملوا ايه؟ Opernkarten für den Abend bekommen. يحصلوا على تذاكر الأوبرا لهذا المساء. كويس؟ طيب. Bei dem Mittagessen أكيد شايفين. Bei dem Mittagessen حلو. Freizeit haben. عندهم وقت فاضي. طيب وبعدين نكمل كده. Für den Abend. Nach dem Mittagessen machen wir einen Ausflug nach Schloss Hellbrunn. Und nach dem Ausflug besichtigen wir Mozarts Geburtshaus. تمام. مفترض ان هم nach dem Mittagessen هيعملوا ايه؟ Einen Ausflug. نزهة او رحلة لقصر هيلبرون. بص كده. اكيد شايفينها. نزهة الى قصر هيلبرون. نكمل كده ونشوف بقى nach dem Ausflug بعد الرحلة أو النزهة دي هيعملوا إيه؟ Das Abendessen ist um 18 Uhr wieder hier im Hotel. Oh, danke schön. Nach dem Abendessen besuchen wir die Oper. Wir sehen Mozarts Don Giovanni. Nach der Oper können Sie einen Spaziergang zum Hotel machen. Wer möchte, kann aber auch mit dem Bus fahren. Frau Kastelitz? Ja. Wie lange ist denn das Schwimmbad geöffnet? Bis 23 Uhr. Ah. Meine Damen und Herren, ich hoffe, das Programm gefällt Ihnen. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Nacht und wir sehen uns dann morgen beim Frühstück wieder. Wer noch Fragen hat? Frau Kastelitz? Ja. تمام. أكيد سمعنا. سمعنا إن nach dem Hausflug بيعملوا إيه؟ Richtig. أكيد اللي شاف كويس. Mozarts Geburtstag sehen. هيشوفوا منزل ميلاد موزارت. موزارت ده موسيقار مشهور جدا. ولي
منزل ميلاده أو البيت اتولد فيه، فده مزار سياحي يقدروا يزوروه في زالسبورغ. طيب نخدم أبند أسن، بعد العشاء هيعملوا إيه؟ ريشتش إن دي أوبر جين، يروحوا إلى الأوبرا. طيب تفتكروا بعد الأوبرا إيه اللي ممكن يقدروا يعملوه؟ أكيد سمعتم أينن شباتسيا جانج مح، ودي الإجابات اللي هي قدرنا نحددها عن طريق السمع. يا رب تكون إجاباتكم كلها صحيحة، لكن اتعود كده. الأول تعرف إن فور وناخ وباي بترتب الأحداث قبل وبعد وأثناء، وبتغير الأداة. ماسكولين أو نيوترال تبقى ديم، فيمينين مؤنث تبقى دير. وطبعا أقدر من خلال قبل أو بعد وأثناء أشوف الحاجات اللي ممكن واحد يعملها في مدينة زي زالسبورغ. يا رب يكون تمرين سهل، بس ده نطلع منه بحاجة مهمة جدا، إن هو يوصلنا للتمرين اللي بعديه. التمرين اللي بعديه السؤال 1، فممكن أقول فور أو ناخ أو باي، وهو مديني الخيارات اللي أنا ممكن أستخدمها. أكيد شافهم، بيقول لي إرجيرسن زي أكمل بناخ ديم أو ناخ ديا أو ناخ دين، فور ديم، فور ديا أو باي. طبعا هقول ناخ ديم لو الأداة مذكر أو محايد، ناخ دير لو الأداة مؤنث. طب وناخ دين؟ أكيد عارفين الضطيف بيخلي الأداة دي بلوغال تبقى دين، يبقى مذكر ومحايد ديم، مؤنث دير، وطبعا الجمع دين. نفس الكلام هتعمله فور، فأقول فور ديم مع الماسكولين والنيوترال، وأقول دير مع الفيمينين. طيب مال امتى اقول بايم؟ اتفقنا بايم هي اختصار لباي وديم، يعني اكيد برضو مع المذكر المحايد. الاهم هقول ناخ لو المعنى بعد، اقول فور لو المعنى قبل. طب وبايم؟ لو بعمل الحاجتين في نفس الوقت او اثناء بعض. نشوف كده ونجرب. هو مديني اللي انا همشي عليه بين قوسين، هو بيسأل بانجيت برونو تسونيكو، يعني امتى برونو هيذهب لصاحبه، ومديني اربايتن ان هو بيشتغل دان ثم بيروح لنيكو. طيب يبقى الاول الشغل وبعدين بيذهب لصديقه، يبقى تفتكروا ايه الاجابه؟ هو مجاوب له قال جلايش ناخدر اربايت، يعني حالا بعد الشغل، اول ما بيخلص شغل بيذهب الى صديقه، وده ايه اللي خلينا نقول كده؟ دان الشغل الأول ثم بيذهب إلى، يبقى بعد الشغل أكيد هيروح لصاحبه. طب بصوا رقم ب، بيقول جيز دو هايتا أبن إنسكينو، فقال له أيوة بس لازم يحدد له إمتى، شبورت الرياضة الأول وبعدين بيروح السينما، يبقى أكيد أقول فور ولا ناخ؟ شطار اللي عارف كويس هيقول ناخ ديم شبورت. طب ليه قلت ديم؟ اتفقنا عشان تبقى حدث لازم بتحط ارتكل، ومش اي ارتكل، مش تمتع ارتكل، فاقول بعد الرياضه ال، ما تنساش فور او ناغ او باي مرتبطه بالبشتمتع ارتكل اللي هي في الضطيف ديم او ديا او ديم، فهنا كان بعد الرياضه فقلت ناغ ديم. طيب نمبر سي، بيقول فان ليست تو دي زايتونج، امتى هتقرا الجريده؟ نشوف ايه اللي بيحصل من خلال القوسين، بيفطر وفي نفس الوقت اكيد شايفين بلوس، يعني في نفس الميعاد بتاع الفطار بيعمل ايه؟ بيقرا الجريده، يبقى اقول فور ولا ناخ ولا باي؟ ريشتش باي. طب لما اجي احط باي وما فيش اداه، ايه اللي ممكن اعمله؟ اكيد بختصر، فاقول بايم فرشتك اثناء الفطار بيعمل ايه؟ ليست او ليز ايش دي تايتون، بيقرا الجريدة. نمبر دي، بيقول جيز دو هايت شفيمن، هتذهب النهاردة للسباحة؟ الأول قال له أربايت يشتغل دن ثم يعمل إيه؟ يروح السباحة، يبقى الأول العمل ولا الأول السباحة؟ أكيد الأول العمل، فده معناه إنه هيذهب إمتى للسباحة؟ ريشتش ناخد أربايت، وليه دير؟ أكيد فاكرين أربايت في منين؟ فالمؤنث بيبقى ديع، فقلنا ده أربايت، ده أول جزء من التمرين.
باقي التمرين وبرده بنفس الاختيارات، وبرده مديني بين قوسين الحالة اللي أنا هتكلم بيها اللي هي قبل أو بعد أو أثناء. طيب بصوا كويس كده، وأكيد هيكون الكلام سهل، بس أفهم إيه اللي بيكون الأول أو هل الحاجتين في نفس الوقت أو إيه اللي بيكون بعد. يعني مثلا في نمر A الأبند أسن في نفس الوقت مع مشاهدة التلفزيون، يعني ممكن بتعشى وبتفرج على التلفزيون في نفس الوقت، يبقى أكيد أقول ريشتش اللي أخد باله يقول بايم أبند أسن أثناء العشاء بيعمل إيه؟ بيشاهد التلفزيون، وافتكر بايم أبند أسن أثناء. نمرة F بيقول vamos to dine tablet النيمن، أكيد فاكرين تابلت النيمن اللي هو الأقراص أو البرشام يعني العلاج. بيسأل إمتى يجب تاخد العلاج، فأكيد بياخد العلاج قبل ولا بعد ولا أثناء حسب ما هيقول لي. هو قال تابلت النيمن الأول ثم بيأكل، يبقى أكيد هيكون قبل الأكل، قبل الأكل اللي هي ريشتش فور دم أسن. واضح لفور لأن الأول كان التابلت النيمن ودن ثم الأسن، عشان كده خد بالك من دن إن هي بترتب لي زي ما احنا قلنا في بداية الحصة، وده كان عارفينه من الصف الثاني. طيب نوصل بعد كده للنمر جي، بيقول لي في النمر جي وان جيز دو اين كاوفن، امتى بتذهب للتسوق؟ افتكر هو محدد لي برضه الاول اين كاوفن التسوق، دن بعمل ايه بشتغل يعني بيتسوق ثم بيذهب للعمل، يبقى امتى بيتسوق؟ اكيد اللي فاهم اللي احنا قلناه من شويه هيقول ريشتش فور دي ارباييت، واللي برضو قال دي لان ارباييت فيمينين، يبقى ماسكولين نيوترال اقول دايم، فيمينين اقول دي. طب بصوا كده اللي جاي اللي هي النمر ها، بيقول كان ايش هويته ناخميتاغ زو ايفا جين، فقال له يا ايوه ابر، لكن ارست في الاول تعمل ايه؟ محدد له الواجبات دان تو ايفا جين، يعمل واجباته بعدين يروح لايفا، فاكيد الواجبات هي جمع وبالتالي مش هيقول دين ولا دير لكن يقول دين. طب يقول قبل ولا بعد؟ اتفقنا هيعمل الواجبات الاول، يبقى اكيد بعد الواجبات، فيقول ريشتش ناخ دين هاوس اوف جابن، يبقى اولا بعد الواجبات يقدر يزور صديقتها ايفا. كويس، ده تمرين وكان من كتاب المدرسة، لكن يوصلنا للي احنا عايزين نوصل له من بداية الحصة، ان احنا تملي مع فور او ناخ او باي مرتبطين بنوع الاداة، ماسكولين مذكر اكيد شايفين زي داشبورت، او نويترال اللي هي محايد زي داسمي تاج اسن، او فيمينين اللي هي مؤنث زي دي اربايت، او بلورال اللي هي جمع زي دي هاوس اوف جابن. اتفقنا لما الاقي فور او ناخ او باي ايه اللي بيحصل؟ الاداه الماسكولين تبقى ريشتش ديم. طب لو عايز اختصر باي وديم اكيد فاكرين بين قوسين بقول بايم، باخد نهايه الاداه واحطها الباي، وده الاختصار الوحيد الموجود. النيوترال قلنا مش هيتغير، يبقى اكيد اقول ديم مع فور او ناخ او باي، وبايم لو عايز اختصر. المؤنث أكيد نفتكر أقول دير فور دير ناخ دير باي دير، مفيش اختصار. الجمع، الجمع أكيد عارفين دين، فأقول فور دين ناخ دين أو باي دين هاوس أوف جابن، متنساش فور قبل وناخ بعد لكن باي أثناء، وده يوصلنا للسبوت الأزرق اللي هو ملخص الجرامر. في السبوت الأزرق بيقول لك افتكر انت سؤالك النهاردة فن، يعني بتسأل عن زمن، عشان كده لازم تميز بين اللي قبل كده اللي هي كانت ناخ اللي هي إلى، والنهاردة ناخ اللي هي بعد. بتعرفها ازاي؟ بعرفها من الأداة، في بيشتمت ارتكل زي ديم او ديا او دين في حالة الجمع، يبقى ناخ هنا معناها بعد. كويس جدا، فممكن اقول قبل او بعد او اثناء.
والأداة تتغير لحالة الضطيف ديم أو دي أو ديم. وبيفكرك هو كمان إن باي وديم أكيد ممكن أختصر تبقى بايم. ده كلام جميل جدا، لكن إزاي أتعلم منه إن أنا أحل أسئلة الامتحان؟ إحنا اتفقنا إن هدفنا النهاردة إن إحنا نقدر كطلبة نفهم وندي معلومات عن توقيت الأنشطة اليومية، يعني مثلا الواجبات إمتى بتعملها؟ كنا نقول في سنة أولى أو في سنة تانية ممكن أقول الساعة 6 الساعة 7 بزمن الساعة، أو في المساء في الظهيرة بعد الظهر، خلاص. لكن النهاردة بقدر أعبر عن نشاط اليومي بقبل أو بعد أو أثناء، بس منساش لازم بلاقي أداة وفي حالة الضطيف، وده هو اللي أنت بتلاقيه في الأسئلة الامتحانية. كل اللي احنا عايزين نوصله ده ان احنا نقدر في الاخر لما نعمل تطبيق للي احنا اتعلمناه يبقى نقدر نحل الاسئلة اللي هي بتيجي في الامتحان. دي اسئلة امتحانية واكيد فاكرين ده سؤال جراماتيك، والجراماتيك بيخيرني تملي بين في اوبسيون اربع امكانيات ا ولا بي ولا سي ولا دي، ولازم وانت بتحل يكون عندك استراتيجية في الحل. ليه؟ أهم استراتيجية في سؤال الجراماتيك اللي هو الاختياري استراتيجية الاستبعاد. ليه؟ عشان الاختيارات تقل وبالتالي تقدر تحدد ايه الإجابة الممكنة. فأول جملة، أنا كطالب لقيت ديم مستحيل أختار اختصار، يعني أنا كطالب بحل ما ينفعش أقول بايم لأن كده أصبح في أداتين. حد واخد باله؟ بايم اللي هي باي وديم، وبعد كده تلاقي ديم. إزاي ديم ديم؟ فأول حاجة هستبعد ديم، كويس. طب والحاجة التانية هستبعد إن. ليه؟ إن لو حد فاكر كانت تيجي مع الأماكن بمعنى في أو إلى لو كان الفعل حركة، لكن ميت تاج اسن اتفقنا ده مش مكان، ده حدث. ايه اللي عرفت ان هو حدث؟ حط بشتمت ارتكل اداه معرفه، فانا عايز اقول يا اما بعد يا اما قبل يا اما اثناء اللي احنا اتعلمناه النهارده، فور او ناخ او باي. طب انت تختار من الموجود ده حاجتين بس، يا باي يا ناخ، بمزاجي ولا حسب المعنى؟ اكيد حسب المعنى والسياق. لو قلت باي يبقى أثناء، ولو قلت ناخ يبقى بعد. فاللي بيقرأ كويس هو في حاجتين بيعمله، الغداء والحاجة التانية بيروح بالعجلة لجدته أنا. هل ينفع الحاجتين دول يتعملوا في نفس الوقت؟ أبقى راكب العجلة وبتغدى؟ صعب جدا. طب إيه اللي يحصل؟ أكيد بعد الغداء، وده المنطق يقول كده، بيذهب لجدته أنا بالدراجة، وده اللي يخلينا نختار ناخ. يبقى الاول استبعدت حاجتين ما ينفعوش، بايم عشان ما ينفعش اختصار، ان عشان ما لهاش علاقه ب الحدث او قبل او بعد او اثناء اللي احنا اتعلمناه النهارده، خلاص. طيب نوماتس باي بنفس الطريقه اكيد انا ممكن احل. تفتكروا ايه اللي ممكن استبعده في نوماتس باي؟ شطار اللي بص لنومات باي اكيد شاف قال ابند اسن وما فيش ارتكل. طالما ما فيش ارتكل لا ينفع تقول فور ولا ينفع تقول باي ولا ناخ، لان اتفقنا عشان يبقى حدث لازم يبقى في بشتمت ارتكل، في اداه معرفه عشان اقول ال. طيب لو انت باصص كويس هو ما فيش اداه بالفعل، فاكيد هستبعد ا وبي وكمان سي. طب ايه اللي ينفع؟ اكيد اختصار الاداه، لان انتوا عارفين بايم هي اختصار باي ودين، وده اللي يخليني اختار دي. يبقى معرفتي ان فور وناخ بتيجي معاها اداه معرفه خلاني احل سؤال زي ده، لان هنا الاداه مش موجوده، يبقى انت عايز اختصار الاداه اللي هو بايم. طب المعنى؟ المعنى مستقيم جدا، بيقول اثناء العشاء بنتفرج على التلفزيون، حاجتين ممكن يحصلوا مع بعض، اوكي المعنى يمشي. طيب وبعدين بيقول له دان جين فيا شنين انسبت، وبعدين بنروح بسرعه ننام.
اوكي يبقى اكيد باين. نمرة 3، اكيد سؤال سهل جدا. النهارده لما تلاقي ناخ او فور او باي وفي اداه نعرفها، تفتكروا عندي 100 سؤال ولا سؤال واحد بس؟ شطار رشتش، اكيد عندي سؤال واحد بس اللي هو فان. اتفقنا فور او ناخ او باي ويجي بعديها حدث بتعمل الزمن اللي هو سؤاله كان حاجه واحده بس النهارده اللي هي فان. فاقول فان لي ستودنت غمان في نجيب محفوظ، امتى هتقرا روايه نجيب محفوظ؟ فيقول له ناخ دير اربعيت، بعد العمل. يبقى اتعلم فور او ناخ او باي سؤالها بيكون فان، بس شرط يكون جاي بعديها اداه معرفه. شوف كده نمر فير، واكيد الكلام سهل. بيقول هويته است دونرستاج der Schule gehen wir alle ins Kino. تفتكروا ايه اللي ممكن الواحد يستبعده؟ شاطرين، هنستبعد برضو بايم لان في اداء، ونستبعد ان لان المعنى هنا ما يستقيمش. ليه ما يستقيمش؟ لان جهن فعل حركه، فلو قلت der Schule اكيد دي اجابه خاطئه، ان لان اتفقنا ان مع فعل الحركه بتاخد اكوزاتيف، فكان لازم يقول ان دي شولي الى المدرسه. فاستبعدنا ان واستبعدنا بايم. بايم عشان ما ينفعش اختصار، وان عشان حالتها هتكون اكوزاتيف مش لطيف. يبقى فضل عندي اتنين او اجابتين وارد ان يكون في واحده فيهم صحيحه، اللي هي باي ولا ناخ، اثناء ولا بعد، دي اقدر احددها من السياق. بيقول لي النهارده الخميس واثناء المدرسه بنروح كلنا الى السينما. ازاي اثناء المدرسه؟ طبيعي المدرسه ما فيهاش سينما، المدرسه فيها فصول وحصص، ومفترض ان احنا بنتعلم فيها حاجه غير اللي موجود في السينما، والسينما ده مكان والمدرسه مكان تاني. ازاي هكون موجود في مكانين مختلفين؟ يا اما في المدرسه يا اما في السينما. فعشان كده الطبيعي ان احنا ممكن في نهايه الاسبوع زي يوم الخميس كده اقول ناخ دير شوله، بعد المدرسه، وده المنطق يعني، بنروح كلنا السينما. ماشي اوكي، لكن ما ينفعش اثناء المدرسه اكون في السينما، يا اما في السينما يا اما في المدرسه، وده اللي يخليني اختار ناخ. يبقى اتفقنا عشان اقول باي لازم يبقى حاجتين ينفع يحصلوا في نفس التوقيت، لكن كده مستحيل. يبقى اول حاجه بستخدم سياسه الاستبعاد، بيفضل عندي اختيارين، بقدر من خلال الاختيارين ان انا اميز المعنى كويس واشوف هي اثناء ولا بعد او ايه بالظبط. دول اول اربع جمل، هنكمل كده باقي الجمل عشان نفهم احنا ليه كنا عمالين نركز على شكل الاداه والاختصار اللي هو بايم. او اثناء الدرس ابتديت اعرف الجمع يبقى عامل ايه مع اللطيف، لكن نكمل كده ونشوف. نمر 5، أكيد شايفينها كويس. بيقول Ich habe bald Prüfung، عندي قريب في امتحانات. Und nur die Prüfung muss ich viel lernen. تفتكروا اللي عنده امتحانات بيعمل إيه؟ بيذاكر بعد ولا قبل ولا أثناء الامتحان؟ طبعا إحنا استبعدنا باي لأن خلاص فهمنا ما ينفعش أختصر وفي أداة. طب أختار قبل اللي هي فور ولا باي ولا ناخ؟ المعنى المستقيم اللي هو الناس كلها بتعمله ما فيش حاجه غيره، اكيد بذاكر قبل الامتحان مش بعد الامتحان. ما ينفعش اذاكر اثناء الامتحان وانا جوه في الامتحان، لكن الطبيعي المذاكره بتكون قبل، وده اللي يخليني اقول فور فور دي بريفونج. وبعدين نوصل للنمرة 6، بيقول ايش هاب هويت في الاربايت، النهارده عندي شغل كتير. ناخ نقط هاوس اوف جابن، واكيد عارفين هنا طالب الاداء. واحنا تعلمنا النهارده ان هاوس اوف جابن زينجولار ولا بلوغال؟ شطار بلوغال، يبقى اكيد اختار ريستش دين هاوس اوف جابن، بعد الواجبات. طيب وصلنا لنمرة 7، وبرده مش هينفع اقول فيها بايم. ليه مش هينفع بايم؟ اكيد شايفين في اداه اللي هي ديم. طب اقول بعد ولا اثناء ولا قبل؟ اختياري مش هيكون كده عشوائي، لكن بيكون حسب سياق الجملة. بيقول الأكل باخد الأقراص أو البرشام، ف
ثم، وأكيد شايفين ده بياكل، يعني الأول الأقراص وبعدين الأكل، يبقى أكيد بياخد الأقراص قبل ولا بعد ولا أثناء؟ اللي فهم اللي احنا قلناه أكيد يقول فور، فودم أسن نيمي إيشي تابلتا، قبل الأكل بياخد البرشام ثم بياكل، وده الطبيعي إن حددها لي بثم، ثم الأكل يبقى أكيد قبل كان أخذ الدواء. طيب نوصل كده للنمر 8، ودي جت قبل كده في امتحانات الثانوية العامة، وناخد بالنا من المعنى لأن هتلاقوا فيه اختيارات تنفع. أكيد شايفين بيقول فاروم نيمست تو داين فيرتر بوخميت، أنت ليه واخد القاموس معاك في الامتحان؟ هاست تو كاين تيست؟ أنت ما عندكش امتحان؟ فقال دوخ أنا عندي امتحان. أين أوفنس بوخ تيست؟ امتحان، والامتحان بكتاب مفتوح يعني ممكن تخش فيه بالقاموس. داس هايس ده معناه ايه؟ بيشرح له ان من ضرف الواحد مسموح له في الامتحان انجلوسار زوخن، يبقى قبل الامتحان ولا بعد الامتحان ولا اثناء الامتحان يدور في القاموس. طالما امتحان كتاب مفتوح او اوبن بوك يعني مفترض ان انا ممكن استخدم القاموس اثناء الامتحان، استخدمه يبقى اكيد باي، وانا عارف كويس ان بريفونج دي يبقى اكيد تبقى باي دي بريفونج، اثناء الامتحان ممكن تستخدم الجلوسار اللي هو القاموس اللي بقى في اخر الكتاب. ده امتى؟ لو الامتحان فيه امكانيه ان هو يكون اوبن بوك. ده نمر 8. نوصل كده لاخر سؤالين. بيقول لك يا تيجليش يوميا ليست ماين فاتر دي زايتونج، والدي يوميا بيقرا الجريده. فرشتك، واكيد شايفين فرشتك، واحنا عارفين النهارده من صياغتنا للدرس ان فرشتك دي داس محايد، فالمحايد اكيد هتفكر في تسم او بايم او بايم، يعني يا يا بي يا دي. طيب لو اخترت تسم اكيد مفيش حد بيذهب الى الفطار خلاص او بيقرا الى الفطار، فهنستبعدها للمعنى، المعنى ما يمشيش ما يستقيمش مع الى، لكن ممكن يستقيم مع اثناء اللي هي بايم، فلا يحدد لي الاختيار الثاني. في اثنين بايم بي ودي، فاقول بايم فرشتك اثناء الفطار بيقرا الجريده، اوكي كلام ماشي عادي جدا، ممكن واحد ياكل ويقرا الجورنال. دين ار هات كانت سايت، لان هو ما عندوش وقت، تفتكروا ما عندوش وقت بعد الشغل ناخد الاربايت ولا بايد الاربايت اثناء العمل؟ اكيد الواحد ما عندوش وقت اثناء العمل، لكن اول بيخلص العمل خلاص هو عنده وقت فاضي، وده اللي يخليني اختار نمر دي. عشان كده ده سؤال مركب محتاج اول حاجه تحدد الاختيار الاول ان هو بايم، وبعدين تاخد بالك انت عايز المعنى الصحيح، الواحد ما عندوش وقت اثناء العمل ولا بعد العمل؟ اكيد اللي بيقرا كويس وفاهم اثناء العمل الواحد ما بيكونش فيه عنده وقت فاضي، وده اللي خلاني اختار دي. سؤال 10 وسؤال سهل جدا، بيقول لي ماخس تو جيرن سبورت، ممكن اقول له اين، وممكن اقول له متى، وممكن اقول له في لانجي، خلاص. والثلاث اختيارات دول او بي وسي يمشوا، لكن مش بمزاجي، مفترض ان يمشوا حسب الاجابه المتوفره اللي هي في الناحيه الثانيه، يعني الاختيار الاول ممكن فو فان وممكن في لانجي، لكن الاجابه قال لي اربايت، واربايت دي مؤنث، مؤنث خلاص مش هينفع غير بي او تسي اللي هي ناخ دير او باي دير. طيب لما يسالني يقول لي فان ماخس تو جيرن سبورت، امتى بتعمل رياضه او بتمارس الرياضه؟ هقول له بعد العمل بلعب كوره ولا اثناء العمل؟ طبيعي ان مفيش حد اثناء العمل بيمارس رياضه، او مفترض ان هو يلعب مع اصحابه او يروح نادي او كده، العمل للعمل، الفراغ اكيد ده وقت تاني غير وقت العمل اللي هو ممكن يمارس فيه الرياضة. عشان كده اللي فهم كويس الإجابة أكيد يختار فان إمتى، ويقول له بعد الشغل أكيد بلعب رياضة مع زمايلي في الشغل، بس إمتى؟ بعد مش أثناء. ده كان تمارين عشان بس نعرف أهمية اللي احنا عملناه على مدار الحصة. طبعا وصلنا للجزء الأهم، انت بعد كل التمارين دي مفترض ان احنا مش واخدينها عشان اخش اكتب قبل ولا بعد ولا اثناء، لكن عشان اعبر عن حالتي. فممكن يكون ليا صديق الماني
وعايز يسألني إمتى هتروح التدريب زوم تريننجهم أو إمتى هتعمل الواجبات، بحيث نقدر نحدد ميعاد نخرج، نحدد ميعاد نتقابل. فالإجابات كتيرة أكيد شايفين. والنهارده بعد ما خلصنا أول جزء من درس 12، في عندك إمكانية تقول قبل الكورس، بعد الشغل، أثناء العشاء، أو بالساعة زي ما قلنا كده في سنة تانية، أو بوقت من وقت اليوم زي ما قبل. اختار الإجابة اللي تعجبك، بس افتكر كل الإجابات دي كان سؤالها النهارده بان. يا رب تكون الحلقة النهارده سهلة، لكن ما تنساش في واجب كويس جدا في كتاب التدريبات بتاعنا زايته 83 اللي هي 83. بص فيه كويس وحاول ان انت تحله، وان شاء الله في بداية الحصة اللي جاية هتلاقي التمرين اللي هو نمر 8 زايت درايون 83 اجابته معانا ونراجعها مع بعض، ويا رب تكون اجاباتكم كلها صحيحة. في نهاية حلقة النهاردة نحب نقول لكم تشوس بيس ونكس النهار. كان معاكم النهاردة هيلياس عبد الرحمن، واتراجعت الحلقة من هيرشي حاتة سلمان.